السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، صباح كل حالي وغالي من الجمهورية اليمنية ذمار وصاب العليم خلاف القائمة عزلة عيثان. وها هو وادي المهركل، ها نحن بشارع المنصور، وها هي الدكاكة على مدار الساعة تكمل سيأتي الأسود بعدها إن شاء الله. الإزفلت قادم، الإزفلت قادم، ومن الأسود إلى الأسود إن شاء الله. من حف المستقبل مرورا بوجب المطحن، مرورا بالعواء، مرورا بضاحة الرباح، مرورا بظهر السداد، مرورا بنوبة علي حياء، مرورا بجمعة الخير، جمعة المحبة، جمعة الكرم والكرامة، جمعة التلاحي والتبرعات. ومن ثم نحو جسر وادي زبيد، ومنها خميس مطلق إن شاء الله. سلام من الله عليكم، طبتم وطاب يومكم. نحييكم من هنا، نحييكم من هنا الجمهورية اليمنية. اليوم 2021، اليوم يوم السبت، اليوم إن شاء الله نسمع تبرعات تليق بمقام أبناء وصاب بأبناء الجمهورية اليمنية. هذا مشروع خيري، مشروع ذاتي، مشروع محلي من أبناء المنطقة، تبنوا أبناء المنطقة ورجال المنطقة وأطفال المنطقة، قالوا صدقة جارية لوجه الله إلى يوم الدين إن شاء الله. إذن من هنا نحييكم ونكمل معكم الرسالة اليومية بعد أن شفانا الله من فضله وإحسانه. الحمد لله على كل حال. ها هو وادي المهركل، وهنا شارع المنصور، وهذه الدكاكة تعمل ليل نهار تحسبا لوصول الإزفلت، والإزفلت قادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سلام من الله عليكم، طبتم وطاب يومكم.